خليني أنقل هذه التقارير، الخلاف مع صندوق النقد الدولي، وأيضا تقرير مهم لموقع أفريكا انتليجنس لضيفي عبر سكايب من لندن السيد نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. سيد نهاد أهلا بك معنا. تحياتي لكم. شكرا. طيب، صندوق النقد الدولي يبدو أنه على خلاف جديد مع الحكومة المصرية التي وفقا لما استعرضنا من معلومات تلزم نفسها بالشروط التي تؤثر على المواطن وتتجاهل تماما الشروط التي يجب أن تتحرك فيها كحكومة برأيك لماذا؟ نعم، الآن صندوق النقد الدولي ليس جمعية خيرية، بل هو أحد أدوات النظام المالي العالمي الذي تم الاتفاق عليه في بريتون وودز في ولاية نيو هامشير في الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن أهدافه مساعدة الدول التي تمر في أزمات اقتصادية وأزمات مالية. لذلك يضع شروط حتى يتأكد أنه سيستفيد من العملية ويسترجع الأموال التي يقرضها للدول. طبعا شروطه ليست ناعمة، تعتبر قاسية، وبعضها قد يكون له أثر سلبي على المجتمعات وعلى الطبقات الفقيرة. من الشروط التي يضعها البنك الدولي أيضا، صندوق النقد الدولي، هي مثلا تحرير سعر العملة المحلية، أي يجعل الجنيه المصري يعوم ويجد مستواه في السوق. في هذه اللحظة أعتقد أنه وصل إلى 49 جنيه مقابل الدولار. هناك تكهنات قد تستمر هذه الحالة ونصل إلى 60 أو 70 جنيه للدولار الأمريكي. وهذا بحد ذاته ليس سيئا إذا جعل المنتجات المصرية المصدرة أرخص للمستورد الخارجي ويزداد تزداد حركة التصدير، ولكن يضر من يبحث عن الدولار ومن يحاول السفر للخارج أو تحويل أموال للخارج، فهو سيف ذو حدين. من الشروط الأخرى القاسية هي الإصرار على رفع الدعم على الدعم لأسعار الأساسيات، سواء كانت الخبز أو المحروقات، الكهرباء أو المواد الغذائية بشكل عام. هذا طبعا له آثار سلبية، وحاولت الحكومة المصرية الآن فتح الملف مع صندوق النقد الدولي المتعلق بالقرض الذي تم الاتفاق عليه في مارس آذار الماضي، 8 مليارات دولار تصرف على شرائح كل 6 شهور وتنتهي في سبتمبر أيلول 2026. ولكن نظرا للظروف الصعبة في المنطقة والتي أثرت على مصر تأثير كبير، طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي إعادة النظر في هذه الشروط، تخفيفها أو تأجيلها أو إلغائها. وأبدى صندوق النقد الدولي أبدى بعض المرونة، قال سنستمع إلى مصر لأنها تواجه تحديات كبيرة جدا. مصر محاطة بمناطق ملتهبة. هي النقطة هنا سيد نهاد، هو المراجعة التي ستتم للشروط الخاصة بالمواطن التي تفضلت بها، التعويم جديد، تحرير سعر العملة، وأيضا رفع الدعم، زيادة بعض الأسعار في الخدمات، أم أن الشروط المتعلقة بتخارج الجيش من الاقتصاد المصري؟ نعم. وأي من هذه الشروط سيتم مراجعتها؟ نعم، سيتم مراجعة الشروط التي تثقل عبء المواطن والمستهلك. نعرف من خبرة الدول الأخرى
أن رفع الدعم عن أسعار سلع أساسية قد يؤدي إلى تذمر وبلبلة واضطرابات في المجتمعات، وقد تؤدي إلى تشنج اجتماعي، ربما استياء من المواطن. كل هذا، والحكومة ليس من مصلحتها أن يكون هناك حالة من الغضب الشعبي. لا حكومة تريد أن يكون هناك مظاهرات أو إضرابات أو احتجاجات. لذلك صندوق النقد الدولي أخذ بعين الاعتبار أن مصر هي طبعا في موقع جغرافي استراتيجي هام جدا للغرب وللعالم، لكن محاط بنيران تحترق في السودان، في غزة، في ليبيا، جنوب لبنان، كلها مناطق هامة، وهي أيضا في مصر في وسط هذه الحرائق. هناك تقرير نشر صباح اليوم لموقع أفريكا انتليجنس تحدث أن القاهرة تتخلص من أصولها لتسوية الديون. تحدث التقرير عن مجموعة من النقاط، سيد نهاد، بيع رأس الحكمة، أزمة التدفق النقدي، بأن القاهرة تعاني من أزمة نقدية حادة، ما يجعل لجوءها لمثل هذه الحلول، بيع الأصول، ضرورة للخروج من أزمة الديون. برأيك هل تستطيع الحكومة المصرية عن طريق بيع الأصول أن تخرج من هذه الأزمة المتعلقة بالاحتياط النقدي الأجنبي أم لا؟ هذا سؤال كبير، لكن ليست المسألة مسألة بيع أصول وحل الأزمات. نحن نتحدث عما يسمى بالاقتصاد العالمي FDI، أي Foreign Direct Investment، أي الاستثمار الخارجي المباشر. وكل دولة ذات سيادة لها الحق في أن تستثمر في أوروبا، في أمريكا، في أفريقيا، أينما أرادت. ومصر تعتبر مقصدا هاما وجهة هامة للاستثمار، لديها موارد طبيعية، ممكن الاستثمار في قطاعات النفط والغاز. ما يجري في مصر هو استثمار أجنبي بالمفهوم الذي تقصده أم هو بيع الأصول الأساسية في مصر؟ كلمة بيع هي ليست دقيقة، لأنه عندما تأتي دولة أو شركة أجنبية وتقول أننا نريد أن نستثمر في قطاع السياحة ونريد مساحة ربما تتألف من 1,000,000 متر مربع في منطقة مناسبة، وندفع نستثمر فيها مبلغ ربما 35 مليار دولار، والحكومة تستفيد من هذا المبلغ بشرط أن هذا المشروع سيدر دخلا على الوطن لسنوات قادمة. فإذا تحدثنا عن مشروع رأس الحكمة هو استثمار في قطاع إسكاني، قطاع سياحي، بناء مدن حديثة، جذب السياح الأجانب، توفير وظائف للعمالة المحلية وللشركات المصرية. لذلك كلمة بيع، نحن لا نتحدث عن سلعة، نتحدث عن استثمار لعشرات السنوات. التكلفة النهائية لهذا الاستثمار ستصل حسب قراءتي إلى 150 مليار دولار، فهذا سيدعم الاقتصاد المصري على المدى البعيد. لكن تأتي هذه الأمور تأتي في إطار ما يسمى الخصخصة، والخصخصة هي أحد السبل لجمع جني بعض المال لحل الأزمات. هل ستنجح؟ الوقت سيثبت ذلك على المدى البعيد. طيب، شكرا جزيلا لك سيد نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، كنت ضيفي عبر سكايب.